الصخرة، التألق، الأجواء، المناخ تكون جيدة. هنا الكرة الأخطر جول، الأخطر جول، كاكا يسجل هدف التعادل لمصلحة ميلان على أساس تكون النتيجة إلى التعادل بهدف لهدف. كنت تتحدث عن كاكا اللي يطيب للمقام في ميلان ربما أكثر من مدريد. تحولت الكرة ووصلت إلى كاكا، لاحظ الأولى ولاحظ الثانية ولاحظ تمركز كاكا وخروج كورتوا من مرمى. الكرة مباشرة من كاكا الرأسية في مرمى كورتوا، وهنا الهدف الأول لمصلحة ميلان. اصطدت في المدافع وعانقت الشباك، واللاعب اللي حول الكرة هو بولي. لاحظ يعني لو ما اصطدت فيها المدافع ممكن كورتوا يعمل شيء، ولكنها اصطدت وتغيرت تغير الاتجاه.